هلا أصدقائي، كيفكم؟ اليوم نحن بشارع غزال ستريت للمرة الثانية. سبق وجينا مرة صورنا فيديو، كنا هون. اليوم نحن اخترنا مكان ثاني، مثل ما حكينا في عدة أماكن موجودة بشارع الغزالي. اليوم اخترنا مكان، ما راح أقول الاسم، هلا منروح منشوف الاسم سوا. طبعا هون التحضيرات الكريسماس، طبعا عم بيشتغلوا الجماعة يعطيهم العافية. طبعا نوعدكم بالفيديو الجاي راح نكون برأس السنة إن شاء الله متواجدين بنفس المكان. خلوكم معنا. وصلنا وخلينا نشوف المكان. أصدقائي، هذا البوسكوفي إذا بتتذكروه، الفيديو اللي كنا فيه أول مرة بغزال ستريت. هاي التحضيرات مثل ما حكينا لسه مو خالصين، عم يجهزوا. طبعا اليوم انتبهت على هاد الباربر في اي بي، يعني ماهر بتجي بتقص شعرك هون بالمره الجايه. طبعا اصدقائي، هذا الشارع دائما في شيء، امور جديده، يعني كل يوم شغله جديده، يعني هاي الفكره جديده هون. يعني طبعا هون في شويه مجال، لا تستغرب اذا شي يوم بنجيب الكوفي دوز بنخليه هون، يعني ضمن الخطط المستقبلية إن شاء الله. أصدقائي، اليوم نحن بهذا المكان اللي هو إم كافيه. هذول تحضيرات الشتاء. هلا أصدقائي، هي نحن قاعدين هلا بالإم كافيه. انتو شفتوا المكان، هاي محل ما قاعدين احنا. انا طلبت فلات وايت، ماهر صديقي سادة. طبعا ماهر لفت نظره الكرسي هون، عم بيقول لي حاسه بده ينفجر فينا مثل البرميل. طبعا اليوم انا صراحة غيرت، طلبت فلات وايت لانه من الصبح شربان يمكن 3-4 اسبريسو، فالكتر الكوفي كمان مو منيح صراحة. المكان أنا بشوفه مناسب لأجواء الشتاء ورأس السنة، حلو. طبعا أصدقائي، خلينا شوي نبتعد عن جو الكوفي، ماهر شو رأيك؟ مدينة عفرين مثل ما بقولوا مدينة اللي أنا بصراحة ما ولدت فيها، بس أصولي من هنيك. أنا تولدي مدينة حلب، طبعا كنت طالب جامعة بجامعة حلب كلية الهندسة، تقريبا صار لي 10 سنين بمدينة أربيل، يعني بسبب الأوضاع كانت بداية الأحداث بعدها بسوريا. ف
فطلعت وجيت لهون. طبعا بداية ما طلعت من حلب رحت على عفرين بالبداية، بعدين من هنيك وتحولت على مدينة أربيل. فطبعا واحد الأصل جدا مهم، يعني طبعا أنا من عفرين من مدينة حلب، كبرت بحلب بس أصولي من عفرين. طبعا أصدقائي خلينا شوي نبتعد عن جو الكوفي ماهر، شو رأيك؟ فمدينة عفرين مثل ما بقولوا مدينة اللي أنا بصراحة ما ولدت فيها بس أصولي من هنيك. أنا تولدي مدينة حلب، طبعا كنت طالب جامعة بجامعة حلب كلية الهندسة، تقريبا صار لي 10 سنين بمدينة أربيل يعني بسبب الأوضاع، كانت بداية الأحداث بعدها بسوريا، فطلعت وجيت لهون. طبعا بداية ما طلعت من حلب رحت على عفرين بالبداية، بعدين من هنيك وتحولت على مدينة أربيل. فطبعا واحد الأصل جدا مهم، يعني طبعا أنا من عفرين من مدينة حلب. طبعا فيجوري مخصص أصباره عفريني دينكم، طبعا الشاروما وكيمة قوتي باريز تقريبا دهاصل نزل داريما، ومجولي ميجي مجولي قحوة ودارو هم أستاذ الشغلم. فمخص أصبار بجري كرمونجي دينكم معني وقت بين كاسنا بي والله يو عفرين، أو بالعكس عفرين نام بدير كافن بخدام سلسل يدينجي عفرين بدير كافن هردي منها بوجاري مايا، ووقت بين أصولي مالورين أم لور مازن بين. طبعا بالنسبة جمارو حلمك قبل خدي جمارو جمارو بالذات أز بفتل أمروكي خدي بك إن شاء الله، وأن بفتل الأمكي اللي داريها بدي بيبين وساعته خوش. طبعا احد اصدقائنا اللي هون هو كاك ارام، طبعا بس ارام راح يحكي بالكردي، العربي شوي موسنا. ارام بخير ابرا باش احوالك؟ لما يجي وش هذا كونه تقريبا صار هذا بدي بس خوش بي دتان زين شنو معك قهوه و قهوه خزانه اه قهوه تركي ساده ما يك دقه باب بينا كاب قهوه او قهوه خزانه خزانه او تركي ساده هموي تايبه تبع ام كافو تايبه تبع كافو كمان وأوش قهوة فستق فستق وشوكليت إيش معنى سال ليرنيا شو عايز تدرس كلنا كي نانا ذكر يعني بس شو كده والله لونا أقول لهم بس كي شو عايز تدرس كلنا كي سال سينجل معنى ليرا وبيش أبو طبعا هدول هدول الدلات عندهم السينجل وعندهم الدبل وسي معنى وأوش دويا ودونا فردو فنزام. طبعا اصدقائي انا طلبت من ارام يسوينا القهوه بالفستق فخبرني انه هي بتنعمل بالحليب بشير ذكري وين؟ طيب كبشير ذكري تقريبا نيوان شيري تدكيش باشا طيب طبعا هون نيوان شيري تدكي طيب ادي علي رسم لك الفستق تدكي قهوه الفستق 3 معالق سيم لاكونيا والله ودي هني على رب جواني صبر صبر تيجي دي دي حتى باكل دي استاو شي لك الساعه ده تعمي قهوه كخوش دي اها بخوي دبي شير ساد بني والله هذا نك بشي لك لا كاتي قزوان تشي جاو كي سار بي تعمي قهوه كخوش دي وتعمي زيت ولي هاي جاهزة آرام دس خوش استش تامي دكان دبي باش بي دبي خوش بي إن شاء الله دس خوش بي آرام زوز باس. طبعا بالأخير أنا بتشكر آرام آرام دس خوش برام زوز باس عزيزم دابورة حياتم برام دس خوش موفق إن شاء الله. أصدقائي طبعا استنينا كان مصطفى هو كان مشغول شوي فاستنينا له بين ما اجى وراح ناخذ منه شويه معلومات عن الام كافي كيف كانت البدايه. طبعا كان مصطفى راح يحكي بالكردي. كان مصطفى بخير حوالي كان مصطفى اورو امهاتنا الام كافي حزمان ليبو زانق
ام كافي بتدرس يعني فكره كل الاشياء ام كافي بحط لي امل السفر معك شو نادر ولا نادر فكره انا قلت فكره كوفي شوب السفر جاته و تيك اوي انا مش فكر معك لو كلا كردستان شو حابي شو تواني من هيرا لدوزار حتى ام كافي دامزرا تواني من كرباني اكبيني شو جميعي زيدين معك تواني لكنا كافية لبداية ام كافي جنا باكي سامي عبد الرحمن والي لدركي الرياضي وباكستان زوي ماوي دوسا لندر نمان اشتغل ابو دزدا كوتينة صرصري لزادي بازارينة ليرة بردوان عشان بس توشبي ايشوا ليرك و زيك راسي زور خوش يعني عمل نقل كم زارة بس كم زارة بفيديو هاتنا ليرة ايشوا كباشا خلق زوكي بدلا زوكي كراويا وزانم ايوش بغورا وزان ايوه اومون دون كسمناتنا ايوانيا اما دوام ناكا دوام بلا يعني لبدايته لبدايته كامل اما لبدايته كامل بلا محمد الله يسا خلق كبري ما شاء الله فكرك دورو بو وزيكا فول ان شاء الله قولت تبدأ بين ان شاء الله نقلخك ان شاء الله بيس لقي جوالك زوز طبعا كان مصطفى دس خوش براب وقت تو جندر مشغول بو زور تليفونهم كيف لبرا راسي حزم حزم ليبو او ابو يعني عندك معلومات اللي تبرق طبعا اتو صاحب جي لما باش تنزل زاني يعني شككو بداية دس فيتا دس خوش بي زوز بس زوز بس مانو طبعا اصدقائي هون خلصنا الفيديو اليوم طولنا عليكم شوي بالفيديو معلش حكينا بكذا قصة واستنينا صاحب الكركاك مصطفى صاحب المكان لبين ما اجى شوي فنتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله وتابعونا وطبعا مثل ما وعدناكم في فيديوهات جديدة كمان بنفس المكان وبغير مكان طبعا تابعونا وخلوكم معنا يعطيكم العافية وباي باي.